سيادة الوزير، في بما أننا نتحدث على منظومة القضاء المصري، ماذا عن البلاغات الكاذبة والبلاغات الكيدية؟ نصف مصر يقدم بلاغات في النصف الآخر، والمحاكم تكاد يعني تئن من وطأة البلاغات والقضايا، وعشان كده أحوال الناس الحقيقية بتتأخر وبتاخد وقت طويل جدا. هل هناك تغليظ لعقوبة البلاغ الكاذب أو البلاغ اللي مش مرفق به مستندات كافية أو بلاغ كيدي؟ نقدر إزاي نفصل في هذه الأمور؟ هو في الأساس إذا حق التقاضي ده مكفول للكافة، وكذلك حق التبليغ، يعني من حق أي إنسان هو يتقدم ببلاغ أو بشكوى. أما إذا ثبت فعلا أن هذا البلاغ يعني كاذب أو أن هذا البلاغ كيدي ولا أساس له من الصحة، فده بيرتب طبعا يوفر جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات اللي اسمها جريمة البلاغ الكاذب، وبيتبعها جريمة أخرى اللي هي جريمة مثلا إزعاج السلطات، إذا كان أزعج السلطات فيما يتعلق بجهات التحقيق، فيما يتعلق بالشرطة، محاضر الاستدلالات في الشرطة، محاضر التحقيق في النيابة، كل دي تمت بناء على بلاغات كاذبة. فهنا بتثبت في حقه جريمة البلاغ الكاذب وجريمة إزعاج السلطات. بس مصر كلها بتقدم بلاغات في بعض، والحقيقة أن لا شفنا جريمة لإزعاج السلطات ولا شفنا عقوبة لشخص ثبت أنه تقدم ببلاغ كاذب إلا بعد ما شهر بسمعة الناس وأذاها وشغل السلطات. هي دي يا أستاذة لميس مسألة ثقافة، يعني الثقافة طبعا اللي هي يعني طريقة الحياة في مجتمع معين. إذا كان الشعب ده كل من هب ودب عاوز يبقى الإنسان عندنا الثقافة، بيبقى هو عالم بأنه هو مش صاحب حق، ومع ذلك يدعي هذا الحق ويروح المحاكم عشان يرفع قضية وهو يعلم مسبقا أنه ليس صاحب حق. يا فندم، ما هو لو عارف أنه هو هيدفع غرامة كبيرة زي في العالم كله، حضرتك عارف في أمريكا وبريطانيا مثلا لو تقدم شخص ببلاغ وثبت بعد ذلك أنه كاذب أو أنه غير مستوفي المستندات بيدفع غرامة باهظة، الفلوس هناك بتوجع يعني. فبالتالي لو شعر المواطن أن هناك صرامة في القوانين وأنه لن يستطيع أن يبلغ، ولو بلاغه كاذب هيدفع فيه غرامة باهظة، هيتعظ ويتقدم فقط بالبلاغ الحقيقي. لا، ما هو دي في قانون العقوبات بيتضمن مثل هذه الجرائم فيما يتعلق بجريمة البلاغ الكاذب وفيما يتعلق بجرائم إزعاج السلطات، وفي عقوبات مش بتصل إلى غرامات بس، في عقوبات بتصل إلى الحبس. تطبق؟ هذه العقوبات المفروض تطبق طبعا. امال ايه القانون صدر لكي يطبق؟ امال ايه؟ ما بتفكروش تغلظوا هذه العقوبات او تضبطوا فكره، يعني يكون هناك طريقه قانونيه لضبط فكره هذا السيل من البلاغات التي يعني كل واحد بيتهم الاخر بلا دليل؟ لا، ممكن يعني الرجوع في الناحية التشريعية، ممكن النظر إلى مثل هذه العقوبات إذا كانت عقوبات مخففة، ممكن النظر إلى تجديدها للحد من كثرة هذه البلاغات. لجنة حصر أموال الإخوان والجماعة، أي أخبارها؟ حصل فيها إيه؟ يعني هي اللجنة دي طبعا بتنفذ الحكم، طبعا باعتبار أن الحكم ده أصبح حكم نهائي فلابد من تنفيذه، فشكلت طبعا لجان في الوزارات المعنية كل فيما يخصه. يعني هذه اللجان بتقوم بحصر النشاط وبتتحفظ على الأموال، تجمد هذه الأموال. هل تم الحصر هنا في وزارة العدل؟ طبعا اللجنة اللي هي كانت معنية في وزارة العدل طبعا بعد ما تلقت تقرير من الداخلية عن الأشخاص اللي صدر بشأنهم الحكم، تم طبعا اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ الحكم باختار البنك المركزي بتجميد هذه الأموال، واختار مثلا الشهر العقاري بعدم نقل ملكية الأموال المملوكة لهذه الجماعات. احنا بنتكلم هنا على أموال أشخاص مش كده يعني، ولا بنتكلم على أموال الجماعة والجمعية فقط باسم الجماعة والجمعية؟ كله، لأن هو الحكم تناول كله، الحكم تناول عن الجماعة، تناول الجماعة وتناول تنظيم وتناول كل شيء. اعتقد ان كان في قرار ايضا صدر بادراج 200 اسم لايقاف التعامل على اموالهم او تجميد ارصدتهم. نعم، هو حظر النشاط وتجميد الارصده، يعني الحكم معنى الاجاده، الحكم في حرفيته في نصه ان هو حظر نشاط هذه الجماعه او التنظيم وتجميد الاموال بما فيها اموال هؤلاء الاشخاص. نعم. طب وماذا عن هم لهم استثمارات موجودة في السوق، لهم محلات، لهم شركات بتشتغل عاملة في السوق؟
يعني كل وزارة معنية سواء كان فيما يتعلق بالسجل التجاري، إذا كان في محلات أو حاجات زي كده، بيتم طبعا حصرها ويتم اختار بها اللجان لاتخاذ اللازم بشأنها. قضية الخلاف بين المستشار عادل عبد الحميد، وانا مش بتكلم على وزير العدل، وبين المستشار هشام جنينة رئيس المركزي للمحاسبات، الى اين وصلنا في هذه القضيه؟ لا طبعا انا ما كنتش افضل الحديث في هذا الامر بالذات، لاني طبعا الموضوع ده اصابني طبعا بنوع من المراره ونوع من الحزن، لاني طبعا لا يصح، وانا كنت شيخ القضاء وكنت رئيس محكمه النقد، ان هو يخصني بالذات. يعني انا يعني طريقه تعييني في المجلس القومي لتنظيم الاتصالات انا لا اعلم عنها شيء، انا كنت متقاعد في هذا الوقت، يعني تقاعدت بعد خروجي من رئاسه محكمه النقد بحوالي سنه. ويعني عرضوا علي ان انا اكون، انا لم اسعى الى اي منصب او الى أي اكون عضو في اي جهه، لم اسعى، انما هم طلبوني وزير الاتصالات وعرضوا علي ان اكون عضو في المجلس القومي لتنظيم الاتصالات، وكلمني وزير الاتصالات وقتها مش عارف مين بالذات، فانا طبعا الحقيقه سالته سؤال وانا مكسوف منه، قلت له يا فندم وهل المنصب ده يلائمني بعد خروجي من رئاسه محكمه النقد ومجلس القضاء الاعلى؟ يعني ان انا اكون مثلا في الاتصالات، ما هو دي حاجه احنا مش متعودين عليها كقضاء. فقال لي ده يبقى يعني شرف كبير، لان احنا يعني حضرتك تنضم للتنظيم للمجلس القومي لتنظيم الاتصالات، وانا لا اعرف شيء عن المكافاه، حتى لدرجه قعدت شهرين ثلاثه ما اعرفش هم بيدوني كام، ولا طبعا يعني اخجل ان انا اسال ان انا اخد كام، ما عنديش فكره. فكون ان هو يجي بقى واحد يخصني انا من ضمن 17 واحد، يعني رئيس مجلس اداره الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات واعضاء مجلس الإدارة، ومن ضمنهم ناس أفاضل كلهم بعضهم وزراء وفي قيادات سياسية وبعضهم قضاء، وبعدين يقولوا إن هو خدت مكافآت يعني تمثل إهدار المال العام. بالعكس، هذه المكافآت طبعا أولا إحنا معينين بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، ثانيا هذه المكافآت كانت أقل من الحدود اللي بينص عليها القانون نفسه، قانون تنظيم الاتصالات. تفتكر وثبت ثبت طبعا عدم صحة كل هذه الوقائع الموجودة في التقرير جهاز المركزي للمحاسبات. ليه هو خاص حضرتك بالذات بهذا الكلام او هذه الشوشره؟ انا ما اعرفش، هو طبعا خاص لان يمكن شافوا ان انا تصرفي لما جيت في الوزاره الجديده، وان انا قلت ما فيش حاجه اسمها عندي تيارات، انا ما احبش القاضي يكون منتمي لتيار معين، وطبعا حبيت ان انا اتعاون مع قضاه بالمعنى الحقيقي وبالمعنى الايجابي والحقيقي لكلمه قاضي. يعني لما يقال ان الوزاره كانت قد تم اخوانتها، وان تيار الاستقلال ده كان تيار يعني مختبئ، وتيار اخواني في الاساس مختبئ وراء فكره تيار الاستقلال وما الى ذلك. اكيد يمكن هذه اللي هي دي اللي حركت ضدهم ان هم يسيئوا ليا او يعملوا يشوشروا، وكان من ضمنها البلاغ بتاع الجهاز المركزي للمحاسبات اللي هو تم النيابه امر بحفظه، انتهت فيه تحياتي لحفظه على اساس ان هو غير صحيح ولا اساس له، كل الوقائع اللي فيه لا اساس له بالصحه، ثم ان هذه المخالفات كانت من سنه 2006 من تاريخ انشاء الجهاز، من سنه 2006 انا انضميت، يعني وارد بهذه المزمع ان هي مخالفات، لكن جايبين اسماء اعضاء الجهاز من سنه 2006، فمن سنه 2006 لغايه سنه 2013 كل اعضاء مجلس الاداره ما فيش منهم الا المستشار عادل عبد الحميد. هنا بقى السؤال، وبسأل المواطن مستشار عادل عبد الحميد، لما بيحصل لك حاجة زي كده مش بتشوف انه بلاغ ثبت بعد ذلك عدم صحته انك انت اتأذيت؟ يعني انت حضرتك تم الشوشرة عليك، هنا ساعتها لازم يكون في شيء يجرم البلاغ الكاذب او البلاغ الغير مستند على حقائق. اكيد، ما دي اذا كان ثبت في كل هذه الامور اكيد دي بتكون يعني مخالفات. اكيد هترفع قضيه وتطلب تعويض يا سيادة المستشار؟ والله انا مش رفعت قضيه، انا قدمت بلاغ طبعا للنائب العام فيما يتعلق بهذه الوقائع، لان هذه الوقائع تمسني شخصيا وتسيء الي، يعني فيها اساءه وفيها تشهير وفيها منابذه،
يعني كل هذه الأمور، فأنا حبيت أن أنا أحفظ حقي، لأني طبعا أنا لا أعتدي على حقوق الآخرين، فما أحبش في نفس الوقت أنه يعتدي حد يعتدي عليا. في يعني تردد أن إحالة المستشار هشام جنيد لمحكمة الجنايات بتهمة إهانة المستشار الزند دي جاءت انتقاما على هذه من هذه التصريحات. لا، ما أقدرش أقول كده، كل واقعة مستقلة عن التانية، إنما هي النيابة هي اللي بتباشر هذه التحقيقات في مثل هذه البلاغات، وإذا انتهت فعلا إلى أن البلاغ ده حقيقي والبلاغ ده فيه يكون جريمة من جرائم القانون العام، هي تصرف فيه على هذا الأساس. تقول إيه للمواطن العادي اللي بيطلب عدل، سرعة تقاضي، وإنه ياخد حقه بشكل سريع، وفي مصر العدل بطيء أو يا فندم بياخد وقت طويل جدا، مقدرين انه في رول طويل وانه في قضايا طويله، وعشان كده بقول لحضرتك انه في قضايا ربما لا يجب ان تصل الى مرحله القضاء التقاضي اساسا. المواطن ده محتاج يشعر بالعدل، تقول له ايه؟ زي ما قلت لحضرتك قبل كده ان العداله البطيئه بتورث الاحساس بالمراره. نعم. وطبعا احنا العداله يعني الناجزه يعني ما فيش حد يختلف في ان العدل يسمو ويستقر في الضمير الوطني، في ضمير الانسان، الا اذا كانت العداله ناجزه، يعني لا يعطلها وجود اي عقبات شكليه او معوقات عمليه قد تستثمر في بعض ثغرات القانون، محامين يستغلوها او تستثمر لاطاله امد النزاع. الى جانب ذلك ان العداله الناجزه ما بترتبطش فقط ان احنا نبسط اجراءات التقاضي ونختصرها نلمها علشان نقضي على المشكلات اللي هي زي تراكم القضايا والبطء في إجراءات التقاضي، ولكنها ترتبط أيضا ارتباط مباشر بضمان تنفيذ الأحكام على نحو سريع وصحيح بما يؤكد احترام سيادة القانون. يعني منذ قليل تم رد القاضي في قضية يتهم فيها البلتاجي واعتقد صفوت حجازي، احدى قضايا جماعة الاخوان، قضية رد هيئة المحكمة دي توترت كثيرا جدا، برضو لها حل ولا هذا حق المحامين؟ هو طبعا المسألة دي لما كسرت مسألة عملية رد القضاء، فإنما المشرع هنا تدخل ويعني شدد عقوبة الرد فيما لأنه كان في غير محله أو ملوش أساس، وبالتالي هناك عقوبة لهذا الأمر. نعم عقوبة، غرامة مشددة. الحكم بالقبول الاستئناف الحقيقة صدر منذ قليل، بينما نحن نسجل هذا الحوار سيادة الوزير، يعني لا أريد أن أعلق، ولكن رأيك إيه في هذا الحكم وهو قبول الاستئناف وإيقاف التنفيذ بالنسبة للبلاغات، وأعتقد بالنسبة للقصر، لو تقول لنا رأيك إيه فيه؟ هو المحكمة رأيت من ظروف الدعوة وملابساتها ومن صغر سن المتهمات لابد من إيقاف تنفيذ العقوبة، فطبعا عدلت الحكم واكتفت بحبسهم سنة مع الإيقاف. ده بالنسبة للبلاغات، أما بالنسبة للقاصرات فهي حكمت بالنسبة للفتيات القاصرات بوضعهم تحت الاختبار القضائي. لكن هنا يعني الجريمة الأساسية موجودة وهي طبيعي، خرق القانون في كذا، لأن الإيقاف ده بيرد على عقوبة، ومعناه أنه صدر عقوبة يعني معناه في جرم ارتكب. البعض يعني قد يرى من يعني حكم مشدد قوي لحكم مخفف قوي، راي حضرتك ايه ما بين الأمر؟ والله هي مساله زي ما قلت لحضرتك، ان تقدير العقوبه ده من اطلاقات قاضي الموضوع، من حقه انه يقدرها على حسب ظروف وملابسات كل دعوه. سيد وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، انا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم. انا اللي شاكر وشاكر تشريفك. شكرا جزيلا، واشكركم اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا مع سيد وزير العدل، نتقابل بكره باذن الله، وهذه لميس الحديد، هيكون صباح الخير.